عدد من السفراء الأجانب ممثلي عدد من الدول بمختلف القارات الأوروبية والأسيوية والإفريقية والعالم العربي وأمريكا اللاتينية قدموا لجلالة الملك أوراق اعتمادهم كسفراء لبلدانهم بالمملكة. سفير مملكة الدنمارك الله يبارك عمر سيدي. سفير مملكة الدنمارك السيد ياسبر كامر سجايارت. سفير دولة قطر الله يبارك عمر سيدي. سفير دولة قطر الشيخ عبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني. سفير جمهورية القمر المتحدة الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية القمر المتحدة الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية القمر المتحدة السيد محمد إلياس يحيى. سفير جمهورية كولومبيا الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية كولومبيا السيد خوسي ريناتو سالازار أكوستا. سفير جمهورية جيبوتي الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية جيبوتي السيد محمد دهور هرسي. سفير إمبراطورية اليابان الله يبارك عمر سيدي. سفير إمبراطورية اليابان السيد هيدياكي كوراميتسو. سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيد إسياس غوتا سيفو. سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية السيد روبرت دولغير. سفير جمهورية باراغواي الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية الباراغواي السيد فيكتور إيغو رامون بانياغا فريتس. سفير جمهورية الصومال الفيدرالية الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية الصومال الفيدرالية الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية الصومال الفيدرالية السيد سلاد علي إبراهيم. سفير
سفيرة جمهورية السودان الله يبارك عمر سيدي. سفيرة جمهورية السودان السيدة مودة عمر حاج التوم البدوي. سفير روسيا الاتحادية الله يبارك عمر سيدي. سفير روسيا الاتحادية الله يبارك عمر سيدي. سفير روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بايباكوف. سفير جمهورية بنما الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية بنما الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية بنما السيد توماس أنطونيو غارديا ويليامسون. سفير جمهورية غينيا الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية غينيا الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية غينيا السيد ناموري تراور. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.